وزير. وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بالعاصمة طرابلس، نظمتها إدارة الخدمات الصحية بالمدينة على خلفية مطالب مهنية ومادية، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. طبعا سبب الوقوف في هذا الاعتصام اليوم أو تعليق العمل في المرافق الصحية، الموظفون بالإدارة لم تصرف لهم مرتبات شهر 12، ثم فوجئ الموظفون على صفحة الوزارة بأن صفحة الإدارة بأن شهر 12 سيتم حجب عن الموظفين ولن يصرف، بل سيصرف ربما واحد واثنين. وأنت تعلم الناس لها ظروف، وأصحاب الرواتب يعني يعانون من القلة وهذه الأمور، وحتى من صميم تخصصي الوظيفة ثلاثة أركان: موظف وعمل يقوم به أو يؤديه، ومردود مالي أو المقابل. فبقاء الموظفين لثلاثة أشهر بدون مصاريف لأطفالهم وبدون ما يعولون به أسرهم شيء يدعو للأسف، ويدعو للإنسان لابد أن يعبر عما في داخله. يعني وقفة تجمع فيها عدد كبير من العناصر الطبية والطبية المساعدة والإدارية والتسييرية بإدارة الخدمات الطبية، يحملون شعارات ولافتات مطالبين فيها وزارة المالية بصرف مرتباتهم المتعثرة والعمل على تسوية حقوقهم المالية والفروقات المتأخرة للجميع دون استثناء، ووضع قرارات حاسمة تضمن لهم حقوقهم في ظل أوضاعهم المعيشية التي ازدادت سوءا عقب عدم تسلمهم مرتباتهم. اللي جاني الآن شخص مسؤول عنكم يمثلكم، طلبنا منه طلب بسيط وطلبناه من قبل، قلنا له برا عدي للجنة اللي في جنزور وافصل غير دقيقة لا غير دقيقة. قلنا له أفصل التأمين الصحي عن المرتبات وتاخذ تصويتك كاملة. ليش ما يفصلش؟ يفصل. لا، التأمين يندفع. التأمين نبوا القنتين بس مع بعض المفصولات تستخدم. ما اسمعني. في تلاعب صاير يا جماعة، مفيش نقص. الناقص عندكم يا جماعة في العلاوات، في ناقص 500,000 في الشهر، 500,000 في الشهر. في عجز عندكم 5 مليون معترفين به وبندفعوه. قلنا له يا جماعة غير يفصلونا يجوا يراجعوا معنا بس. وحمل المحتجون وزارة المالية كافة المسؤولية عما قالوا إنه تنصلات مضرة بالقطاع الصحي ومنتسبيه وعدم تمكينهم من حقوقهم المشروعة، مشددين على ضرورة القيام بواجبها للضغط على الجهات المعنية لدفع رواتبهم ومستحقاتهم التي هي أبسط حقوقهم وإيقاف مسلسل التعسف تجاههم.